رغم مرور سنة على اتفاق التطبيع والذي وقع عليه ملك المغرب وحكومته بقيادة العثماني وقتها، الشعب المغربي يرفض الاعتراف بالأمر الواقع ويقاوم هذا الاتفاق. عرضت لحضرتك منذ أيام التظاهرات اللي خرجت في أكثر من 40 مدينة مغربية في ذكرى مرور سنة رفضا لاتفاق التطبيع. 40 مدينة مغربية، مهم جدا الرقم. من الدروس المهمة اللي بيقدمها الشعب المغربي والتي تدل على مدى رفضه للتطبيع هو ما حدث لحزب العدالة والتنمية المغربي وسقوطه المدوي في الانتخابات الماضية، انتخابات 21. ايه قصة صعود هذا الحزب مهمة جدا لتأسس سنة 67؟ بكل بساطة في 2011 وقت ثورات الربيع العربي، الشعب المغربي كان بيطالب بوجود حرية وديمقراطية في المغرب، فتم تغيير الدستور المغربي ونص على ان رئيس الحكومة سيكون من صاحب الحزب الاعلى تصويتا في الانتخابات البرلمانية. وبالفعل حصلت انتخابات تشريعية في اواخر 2011 بعد الضغط الشعبي، وصعد هذا الحزب العدالة والتنمية المغربي ليشكل الحكومة. وقلنا ساعتها لو تتذكر قلت لك كذا مرة ان كان الملك في المغرب في قمة الذكاء في هذا الموقف، انه قدر يركب موجة الثورة عشان الموضوع ما يوسعش، فاهم؟ وكان هذا المشهد. الحزب فاز بأعلى الأصوات في الانتخابات، فاز لو الذاكرة ما خدتنيش ب 107 مقعد من 395 مقعد، وأصبح رئيس الحكومة هو عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. في انتخابات 2016 مقاعد الحزب زادت من 107 ل 125 مقعد في البرلمان، وشكل الحزب الحكومة أيضا، الرقم زاد أصلا وأصبح هو اللي يمتلك الشعبية وشكل الحكومة في 2016. بعدها أصبح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في مارس 2017. حزب العدالة والتنمية أعتقد من البديهيات بيصنف نفسه أن حزب ذو مرجعية إسلامية، كان ليه طول الوقت موقف رافض للتطبيع وبينظم مظاهرات دعم للقضية الفلسطينية وضد الاحتلال الإسرائيلي. في ديسمبر 2020 الناس فوجئت أن هذا الحزب بيوقع اتفاقية التطبيع مع جيش الاحتلال أمام ملك المغرب وممثلي الاحتلال. الموضوع كان صادم لناس كتيرة جدا جدا. كيف يقبل هذا الحزب الذي ما فتئ لسنوات يتشدق أنه رفض للتطبيع ورفض كل حاجة؟ من المفترض أنه حزب منتخب من الشعب، والشعب زي ما انت شايفين بقولك 40 مدينة مغربية طلعت في مظاهرات في ذكرى توقيع التطبيع. ازاي يوافق على هذا المشهد ويتم استخدامه بهذا الشكل ويكون شريك فيه ويتصدر هذا المشهد العفن حقيقة ويوقع اتفاق التطبيع؟ سعد العثماني اللي كان بيتصدر صفوف المتظاهرين في السابق ويهاجم من يطبع مع جيش الاحتلال هو اللي تصدر هذا المشهد. الخطوط هي خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا كما قلت، وهذا يستتبع أن كل التنازلات التي تتم في هذا المجال هي مرفوضة من قبلنا، ونرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو دفع له وتحفيز له كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والالتفاف على تلك الحقوق اللي هي على كل حال الأمة الإسلامية كلها معنية بها ومعنية بالدفاع. ده اللي حصل مع كل أسف. الحزب قاعد يسوق مبررات غير مقنعة للناس إنه ليه قابل أن يشارك في تلك المهزلة كلها، حاجة ما تشيلهاش من أرضها، يعني كل المبررات اللي قالها. الحزب فاكر إنه لما يعمل كده هينور رضا الملك ورضا جيش الاحتلال سيبقى في السلطة، أو إنه مغصوب عليه من الملك وكده سيبقى في السلطة. لكن تم معاملة الحزب زي مناديل الكلينكس. بعد ما وقع اتفاق التطبيع الشعب المغربي أسقطه في الانتخابات البرلمانية بعد شهور قليلة، وأصبح عدد مقاعده اللي وصل ل 125 كرسي في 2016 12 كرسي. فقد 113 مقعد في سقوط مدوي وفاضح،
متصدي الانتخابات 10 سنين يتحول للمركز الثامن ب 12 مقعد فقط. طبعا صورة واضحة للتصويت العقابي من الشعب المغربي الرائع اللي بيدي درس انه يرفض المطبعين والطبيع. الحق يقال اللعبة كانت حلوة لملك المغرب، استطاع بمنتهى البراعة، لازم نحييه على اللعبة الحلوة، نحرق تماما تلك التجربة وذلك الحزب. وده درس مهم جدا للي بيراهن على غير الشعب. اللي بيراهن على غير الشعب، بيراهن بقى على حماية ملكية إسرائيلية أمريكية، ها؟ كل ده لما يكون بنوصل لصندوق انتخابات ما بيكونش ليه قيمة، لما يكون التصويت سليم. عشان كده دايما بقول الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال. زي ما قيس سعيد غنينا له ومدحناه وقلنا فيه القصائد، ها، قلنا فيه القصائد تمام، قلنا كل حاجة ماشي، لكن مش عشان احنا بنقدس قيس سعيد، استغفر الله العظيم، لا، اول ما قيس سعيد حدا على الحق لا احنا هنقف مع الحق، يبقى هنهاجمه. هكذا هي الحكاية، وهكذا هو الوضع مع الحزب ايضا. ده اللي بيحصل، الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال. ودايما بنصحكم وببدأ بنفسي، ايه؟ لا تقبل ابدا انك تبيع مبادئك، لا تقبل ابدا انك تطاطي راسك، لانك لا تعلم متى ستسنح ليك الفرصة، او ان ممكن الفرصة تسنح ليك مرة اخرى عشان ترفعها ولا لا. ما تبيعش الناس اللي وثقوا فيك، الناس وثقت فيك، ما تبيعهمش عشان ترضي سلطة او جاه او محتل. سقوط كبير جدا ومدوي لهذا الحزب الذي قابل ان يتصدر مشهد العار. ليه استحضرنا ده النهاردة؟ استفزنا عبد الإله بن كيران، استفزنا بعد هذا السقوط المدوي وبعد هذا المشهد وخسر الانتخابات وقصة الناس وجدت ان الامين العام للحزب بن كيران بيعلن للناس الان ان موقفه ثابت من رفض التطبيع. نعم نعم. هو انت موقفك ايه؟ موقفك ايه غير لما ياتي اللحظه الحاسمه تستخدم هذا الموقف؟ الموقف ده انت تبيعه على الناصيه، ولما تيجي تبقى على الكرسي ما تعملش حاجه. من اكتر من سنه قال لك هنقعد مع سعد العثماني لو تفتكر، ونعرف ليه وقع. بيتكلم على الحزب، هيكلم رئيس الحكومه كحزب رافض، جاي يقول للناس دلوقتي موقفنا ثابت بعد ما وقعت وشاركت وقبلت وتماهيت مع الموضوع تماما، قبلت انك تكون جزء رئيسي من هذا المشهد، جاي تقول لي موقفنا ثابت؟ لو موقفك حقيقي كان قدامك فرصة تاريخية تعلنه بأي شكل، تعلن استقالة الحكومة، ترفض التوقيع، تصارح الشعب بالضغوط، جاي تقول موقفنا ثابت بعد تلك الفضيحة المدوية؟ للأسف يا بن كيران خذلت الجميع، ولم يكن موقفكم على الإطلاق ثابت كما تدعي اليوم، بل خرجت وقتها لو انت نسيت لتبرر اتفاق التطبيع. قلت لكم الموقف ديالنا كحزب التطبيع لم يتغير، احنا بطبيعة الحال نحن ضد التطبيع، هذا ما فيه لا شك ولا خلاف. السي سعد قلت لكم انه وقع وهذا الشيء، هذا خصنا ما نزربوش، خصنا ننتظروه يجي، كانت تفهموا شنو هي الظروف اللي غتكون كانت عنده، وخصو يجي ويشرح لنا وكذا الى اخره، وهذه قضية، ولكن موقفنا من التطبيع لم يتغير ولن يتغير. موقفك لم يكن ثابت، لا أنت ولا الحزب على الإطلاق، شاركتم في هذا المشهد المخزي وبررتوا للتطبيع. كونوا البارح مشى وقع أمام جلالة الملك، ما يعجبكمش الحال، هذيك حاجة أخرى. الدولة على كل حال الرئاسة ديالها هي ديال جلالة الملك، وراه هو اللي كيتخذ القرار، شكون اللي غيوقع شكون اللي ما غيوقعش. واش كان من الممكن سعدي يرفض ولا يقبل؟ ممكن، ولكن ما يمكن لكمش تحكموا عليه مع الصباح. وقع البارح تحكموا عليه مع الصباح، هذا واحد من المؤسسات، من لازم نحترموا المؤسسات ديالنا ونعقدوا مجلس وطني في الوقت المناسب، أو نعملوا مؤتمر استثنائي، ولكن لابد نعقدوا مجلس وطني ديالنا ونسمعوا السي سعد شنو تيقول، نعرفوا شنو تيقول، شنو هي المعطيات ديالو، وديك الساعة نحكموا عليه باش ما بغينا نتخذوا القرار اللي كيسلكنا. واش غير وقع البارح يعني صافي يعني كل شيء طاح؟ حقيقة من الفيديوهات المستفزة، وأعتقد يعني لو الذاكرة ما خدنيش إن أنا خلصت فيك كل الكلام ساعتها، اللي هو دولة مؤسسات، أنت رئيس الوزراء، أنت رئيس الوزراء، يعني إيه دولة مؤسسات؟ أنت مش بس بررت التطبيع، أنت طالبت الناس اللي معترضين على توقيعكم للاتفاق أن يصمتوا. قلت
لهم بملء فيك. اسكتوا، انت شريك، انت شريك. قال لك يعني لازم نساند، يعني ده اداء سياسي ولازم نساند. سادي عثماني كان يعمل ايه يعني؟ من كيران هاجم اللي مش عاجبهم التطبيع وقال اسكتوا. ليه؟ الوقت حرج، اسكتوا. انه ما يعجبناش الحال هذاك حقنا، ولكن ما يمكن ليناش نبداو نقولوا كلام او نتصرفوا تصرفات اللي تسمى فيها اننا خذلنا الدوله ديالنا في قضيه حرجه وفي لحظه حرجه. والله يشهد ان هذا الكلام هذا فكرت باش نقوله البارح في الليل ونطلب منكم تسكتوا، الله يجزيكم بخير. طبعا انا ما عنديش دابا صفه، انا فقط عضو في المجلس الوطني. بن كيران جاي النهارده يعلن ان موقفهم لم يتغير من تطبيعه، انهم رافضينه لان جرائم الاحتلال مستمره. ما غيتغيرش لسبب بسيط، ما غيتغيرش لانه ما زال الاسرائيليون يسيئون الى اخواننا ويقتلونهم ويأخذون اراضيهم ويجرفون اشجارهم ويعتدون عليهم بشكل او باخر غير لا يريد ان يتوقف، فما ليس من الطبيعي. ما شفتوش تلك الجرائم مستمره وقت توقيع الاتفاق؟ قبل الاتفاق وخلال الاتفاق وبعد الاتفاق؟ ولا لما اتفقتوا اسرائيل اعلنت الالتزام وكف اليد؟ فكرني بالامارات لما قال لك ابن زايد طال عمره وقع عشان القضيه الفلسطينيه وعشان وقف الاعتداءات. قامت اسرائيل بالليل طلعت ورقه وحمره كده، مش عارف قالت له حمره الورقه ليه، مش عارف هي الورقه اللي حمره دي. بالليل بالليل حقيقه انا بستغرب. كان أولى بمن كيران أن يعتذر لهذا الشعب على الجريمة اللي عملها حزبه في حق من وثقوا فيه. كان عليه إما أن يصمت أو أن يترك الفرصة لغيره، أو يطلع يعتذر ويواجه الناس بكل شجاعة بدل من أن يروج أكاذيب لن تفيد للأسف الحزب اللي سقط بسبب التطبيع. ويبدو أنه لم يستوعب الدرس جيدا، الدرس اللي اداه الشعب المغربي. الله غالب.